أسباب الجريمة يعني وضع اقتصادي ممكن هو السبب الأول دائما في وأمور ثانية اللهم عافينا. هاي الأسباب قلة الشغل بصراحة، يعني البطالة هاي رقم واحد، البطالة ما في يعني ما في توفير عمل لهم. الجريمة لها عدة أسباب يا سيد العزيز، أول إشي جهل، بعد عن الدين، اثنين الفقر، البطالة، هاي كلها عوامل بتساعد على وجود الجريمة في البلد. البطالة وهي على رأس الأولوية. ثاني شيء الضغوط النفسية على بعض الناس من الناحية الاقتصادية، عرفت علي؟ فبتلاقيهم يعني على أقل الأسباب ممكن ينتحر، ممكن ينفذ أي شيء في باله. عدم الوعي للمواطنين اللي صار كثير سيء جداً. والسبب الثاني البطالة. الضغط الاقتصادي لا يؤثر على الجرم يعني، هذا من ناحية دينية، وهذه لازم يكون من ناحية دينية يبعد عن الشغلات هاي. والله قلة العمل، قلة الشغل. الشباب اليوم هاي الشباب اليوم يعني بتضايق من المادة، فيش مادة.